زي الشمس، حروف اسمه وعيونه تملي دي بتسمو. طفل صغير وما هوش مغرور، طفل صغير ولكنه واثق قوي جدا، ولكنه واثق من ورحمة الله. أصحابي في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم. إيه ده إيه ده، في إيه يا زهرة؟ اللي جابك قبل ما عاد البرنامج؟ أبدا يا أخويا يا حبيبي، حسيت بس إنك تعبان شوية النهاردة، قلت أريحك وأسبقك على الاستوديو وأقدم البرنامج بدالك النهاردة. بس أنا مش تعبان. لا تعبان، بس أنت مش واخد بالك، حتى وشك لونه أصفر باين قوي، لازم ترتاح. أصفر؟ أصفر إزاي؟ أصفر، واضح جداً إنك تعبان، حتى روح بص في المراية؟ أنا اتخضيت على نفسي، هروح أبص في المراية فعلاً. علي ركز الكاميرا عليا ويلا بسرعة قبل ما أرجع. أهلاً بيكم يا أصحابي في حلقة جديدة من برنامج نور. أنتي فاكرة إنك تقدري تضحكي عليا؟ ده أنتي أختي من زمان قوي وحافظ كل ما قلبك يا زهرة. طيب يا زكي اتفضل قدم الفزور. فزورة جديدة من فوازير من أنا مع فيروز. فوازير من أنا. من أنا؟ أحمي مصر من الأعداء وأرفع العلم، أحب الشعب وأحترمه، فمن أكون؟ فوزير من أنا؟ من أنا؟ أعلم الأطفال وأحل المشاكل، أحكي القصص للأطفال، أغني الأغاني الجميلة مع الأطفال، فمن أكون؟ طبعاً سهلة جداً، وكمان فزورة الحلقة اللي فاتت كانت سهلة جداً، والحل؟ كان الجندي في الجيش المصري. مظبوط يا زهرة، وتحية مننا لكل جنود بلادنا اللي بيحموا مصر وبيحمونا من أي خطر. عندنا إيه دلوقتي يا زهرة؟ طبعاً أنت عارف صفحة أخلاق الجميلة. كتير مع أصحابي في النادي، في واحدة صاحبتنا بتعمل كده وبقيت صاحباتي اتضايقوا منها. ما تقوليش اسمها يا زهرة علشان ما تبقاش نميمة، لكن ممكن توريها الفقرة دي، ممكن تكون بس محتاجة حد ينبهها. هعمل كده دلوقتي. بقى شوف لنا أغنية ظريفة. مفيش أظرف من النملة تيكا. تيكا كانت أجمل نملة، تحمل دوما في أثقال، تحمل ما قد يصعب حملة، كل صباح كل شروق تخرج تيكا نحو السوق. تيكا كانت أجمل نملة، بل كانت أنشط مخلوق، هي لا تعرف معنى العجز حينا تحمل كثرة خبز، حينا آخر حبة أرز، عقل النملة حقا فز. وأتت ليلى جاعت فيها، ليس لديها ما يكفيها، خرجت تسعى تنظر قوتا تطلب رزقا من باريها، أخذت تبحث دون هوادة وبكل نشاط وإرادة، لمحت ما تتمنى
رزقا فسعت في جد كالعادة لمحت تيكا قطعة سكر قالت هذا الرزق الأكبر فرحت تيكا فرحت جدا وجدت ما تبغيه وأكثر توجد بركة ماء تمنع نملتنا الحسناء أن تبلغ غايتها من دون تفان وعناء وقفت تنظر في تفكير قالت هذا الرأي جدير فرحت قالت سأنفذه دون توان أو تأخير أخذت ورقة توت أخضر ومضت نحو البركة تعبر كان الأمر عسيرا جدا لكن تيكا كانت تصبر هذه البركة ما أصعبها ورقة توت هل تعبرها إن الدرب طويل جدا ريح مطر هل تهزمها تيكا تبذل جهدا خارق نصف القارب أصبح غارق تيكا تدرك تيكا تعرف ستظل تجدف وتجدف بحماس تعبر وتحد تعبت لكن لم تتوقف شعرت أن الساعة أشهر لكن عبرت لم تتأخر فوق الورقة عبرت تيكا بالتفكير أتت بالسكر برافو شاطرة يا تيكا ودلوقتي معادنا مع فيديو من فيديوهات اكتشف البرية تصوير وإخراج الرحالة رمضان منير أيوة وفيديو جميل هنشوف فيه النحل وهو على الأزهار ونشوف عنكبوت عجيب اسمه العنكبوت القافز وإزاي بينط علشان يصطاد غذائه من الحشرات التانية وده مختلف عن بقية العناكب اللي بتصطاد فريستها في خيوطها اللي بتنسجها تصوير الطبيعة يا زهرة محتاج صبر وانتظار طويل علشان يلاقي اللقطة المناسبة ده
طب ممكن تقول لنا قصة النهاردة عنوانها ايه؟ هرهور وليلو، قصة جميلة عن الأخوة والصداقة. أكن أفهم حين يضحك أصحابي حين أقدم لهم أخي. لقد لازمته منذ مولده وعلمته كل ما يعرفه، أخذه معي لكل مكان أذهب إليه وألعب معه كل لعبة أعرفها. لكن في إحدى المرات قال لي بيسو: ألم تلاحظ أبدا يا هرهور أنكما غير متشابهين؟ قلت دون تفكير: بعض الإخوة يكونون غير متشابهين. رد بحسب: ليس في مملكة الحيوان، إنك قط، أما ليلو فهو أرنب. ثم تركني وانصرف. من يومها بدأت ألاحظ الفروق الكثيرة بيني وبين ليلو. إنه يشبه كرة فرو ناعمة لطيفة، كما أن شكل ذيله غريب. لماذا هو صغير هكذا؟ هل يمكن أن ينمو ذيله ويطول حين يكبر؟ وماذا عن أذني؟ لماذا لا تأخذ الشكل المثلث المميز لآذان القطط؟ وماذا عن حركة فمه الغريبة؟ أنا أحبه، إنه أخي، ولكن هل يمكن ألا نكون إخوة؟ صرت أفكر كثيرا في هذا الأمر، ولم أعد ألعب معه كما كنا نلعب من قبل. لم أعد أخذه معي حين أذهب لمقابلة أصحابي، إن شكله يتغير كلما كبر. لقد فهمت أننا لا نشبه بعضنا، وهذا بالتأكيد لا يجعلنا إخوة. كان ليلو في البداية يلح علي أن نلعب معا كما تعودنا، وكان يطلب مني أن أخذه معي حين أخرج، لكن بعد فترة لم يعد يفعل ذلك. صار يجلس وحيدا في أحد الأركان، يلهو بكرة أو يشاهد من الشباك. لم يعد يأكل ولم يعد يتكلم. كنت أشعر بالضيق حين أراه يجلس حزينا. لكننا لسنا إخوة، لا أستطيع أن أخذه معي للعب مع أصحابي. وفي أحد الأيام عدت من الخارج لأجد كائنا يشبه ليلو يجلس إلى جواره ويلعبان معا. تساءلت: هل وجد ليلو شقيقا غيري؟ هل استغنى عن وجودي في حياته؟ فكرت كثيرا أن ليلو لم يفعل شيئا خاطئا. ليس معنى أننا لسنا إخوة ألا نشعر بالحب تجاه بعضنا. عرفت عندها أنني أخطأت في حقه، وبعد أن انصرف صديقه الجديد ذهبت إليه واعتذرت له وقلت إنه أخي رغم أني قط وهو أرنب. امتلأت عين ليلو بالدموع وقفز إلى حضني. لقد سامحني ليلو، وكانت هذه أسعد لحظة في حياتي. مبسوطة قوي إن هرهور وليلو رجعوا يلعبوا مع بعض من تاني. وأنا مبسوط إنك مبسوطة يا زهرة، ويا رب أصحابنا كمان يكونوا انبسطوا. أكيد انبسطوا وهيرجعوا يشوفونا تاني الحلقة الجاية. مستنيينكم الحلقة الجاية. مع السلامة.